بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي طلبة وطالبات الصف الاول من المرحلة الثانوية مع حلقة جديدة من برنامج سر التفوق وان شاء الله النهاردة هنشتغل جيومتري نبدأ الدرس هيكون بعنوان سيميلاريتي السيميلاريتي هو ريليشن بين تو اور مور ذان تو بوليجونز وفي تشابه مع الكونجرس اللي اخدناه في المراحل السابقه بداية الديفينيشن على تو بوليجونز تو بوليجونز ار سيميلر اف اي corresponding انجلز ار ايكوال ان ميجر دبل اي corresponding سايدز ار بروبوشنال نفهم الكلام ده لو عندي تريانجل اي بي سي Another triangle XYZ. a triangle ABC similar to triangle XYZ. Shuf similarity. If Mta is similar. l two conditions on If angle A equal angle X and angle B equal to angle Y and measure of angle C equals to measure of angle Z يعني three angles in the first triangle are equal in measure to the corresponding three angles in the second triangle نقول تاني if measure of angle A equals measure of angle X ونلاحظ ادي angle A و angle X ونشوف ازاي ان ال رموز نفسها معاها الكالر الالوان بتاعت الانجلز يبقى if measure of angle A equal measure of angle X and measure of angle B is equal to measure of angle Y and measure of angle C equal to measure of angle Z ده الكونديشن الاولاني and A B ناخد بالنا بالمروبوشن بقى شايفين السهم الارو من A B over xy is equal to bc over yz is equal to ac divided by xz نشوف البروبوشن ده ab ترتيب اللترز في التو 2 triangles similar الاول والتاني على الاول والتاني اللي هو ab over xy اللتر التاني والتالت bc على الثاني والثالث واي زد اند اي سي الاول والثالث مع الاول والثالث اللي هو اكس زد مهم جدا ان احنا نعرف الترتيب ده ونتعامل معاه ازاي اي 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 ان اف اي بي ايكوال 2 اكس واي اذا كان عندي اي بي اي بي ايكوال تويس اكس واي ذن يبقى على طول لازم يكون بي سي تويس واي زد اند لازم يكون ac سي توايس اكس زد اند بالمثل لو قلنا انه اكس واي هاف اي بي معناه ان لازم يكون واي زد كمان half بي سي ويكون زد اكس هاف اي ده معنى البروبوشن ان سايدز ديفينيشن 1 two polygons having the same number of sides are said to be similar if the following two conditions are satisfied the condition الاولاني ده بنفسر الكلام اللي فات the lengths of their corresponding sides are proportional الكونديشن condition الثاني the measure of their corresponding angles are equal وهنوضح ده على الرسم لو عندي triangle ام ال ان و واي اكس زد نقرا الليترز باي طريقه بس المهم زي ما بدات التريانجل الاولاني لازم اخد نفس الترتيب في الثاني وادي التريانجل الثالث عايز اقول انه التو ترانجلز الصغيرين اللي هما اي بي سي و ال ام ان دول ممكن يكونوا كونجرانت طب هل الكونجرانس نشوف بقى النتيجه دي congruent polygons are similar اه بالفعل لو في عندي تو تريانجلز وهم congruent لازم يكونوا similar لان هيحققوا التو conditions of similarity نبدا بقى نشوف solved examples هنفهم من خلالها ان شاء الله اكتر in the opposite figure تريانجل ADE ADE اللي هو التريانجل الصغير Similar to Triangle ABC اللي هو الكبير. بروف ذات دي parallel to سي طب عشان نسبة البارلليزم بتوين دي اند e and سي محتاجين مثلا كورسبوندنج انجلز لان مفيش آه صله للالترنيت هنا. يبقى تعالوا نشوف احنا هنستخدم السيميلاريتي اللي هو دهولي since triangle ADE similar to triangle ABC therefore ah آه, the corresponding angles measure of angle D اللي هي في المنتصف تماما في الترتيب بتاع ال letters A D E is equal to measure of angle B اللي هي برضو في المنتصف وده لو بصينا له على الرسم كده اهو بان على الرسم measure of angle D is equal to measure of angle B and they are corresponding. طيب طالما هم corresponding يبقى therefore D E parallel to BC with the first required. طالب مني the length of D B and C E. طيب ما احنا نحط البروبوشن عشان كده ارجع اكتب تاني since triangle A D E similar to triangle A B C يبقى ذير فور ادي البروبوشن اللي خدناه قبل كده اللي هو الاول والتاني على الاول والتاني, والتاني والتاني والتالت وهكذا طب البروبوشن ده مكون من بارتس اوف بروبوشن يعني اي دي مثلا اقدر اه اشيلها واحط 6 سنتيمتر عشان انا دلوقتي مطلوب مني اجيب اللينث اوف تو بارتس اللي هم دي بي وسي اي فشوف حطينا ايه اي دي ب 6 سنتيمتر اوفر اي بي معرفوش وبعدين دي اي 4 سنتيمتر اوفر بي سي 12 و 5 تمثل اي اي اوفر اي سي معرفوش اي سايد عايز اجيبه اعمل كروس ملتبليكيشن زي مثلا AB بي هيبقى 6 تايمز 12 ديفايدد 4 وده 18 سنتيمتر وعايز اجيب السايد التاني اللي هو الاي سي هيبقى 5 تايمز 12 ديفايدد 4 بالكروس ملتبليكيشن ايكوال 15 سنتيمتر اكزامبل 2 in the opposite figure triangle c b a اللي هو الترينجل الكبير similar to triangle c e d لاحظ ترتيب اللترز ده مهم جدا find e d and EA نبدا سنس اكيد عرفته من الاكزامبل اللي فات اللي عملناه في الاكزامبل الاولاني آه, ان احنا كنا بنقول قول ونحط جيفن وبعدين زيرفورد ونحط حاجه احنا استنتجناها نتيجه لمعرفتنا بالسيميلاريتي. نفس الكلام هنعمله هنا هنبدا بسنس ترانجل سي بي اي لاحظوا ان انا اخدت الترانجل بنفس ترتيبه مش هلعب في الترتيب لان هو مديني الترتيب صح فهاخده واشتغل بيه وانا واثق ان الترتيب صح سي بي اي سيميلار تو سي اي دي ترتيب التو ليترز التو الليترز بتاعتهم الترتيب بتاعها كده انا ضامن ان هو صح يبقى اقدر اخد من هنا بروبوشن واقدر اخد انجلز واقدر اخد كل حاجه. كنتيجه يبقى ادي البروبوشن. طب نحط اللينسز دي سهله جدا. كل سايد انا عندي اللينس بتاعه موجود جيفن احطه سي بي معروف ان هي 5 بلس 7 يعني 12. سي اي e. 4. بي اي 9. اوفر اي دي معرفهاش سي اي مش معروف اوفر سي دي اللي هي 5 سنتيمتر وبعدين نكرر فكره الكروس مالتبليكيشن يبقى اي دي هتساوي 3 سنتيمتر اند سي اي هتبقى 15 لكن انا عايز اي اي يبقى 15 ماينس 4 سنتيمتر يعني 11 سنتيمتر ارجو تكونوا فهمتوا الاكزامبل ده طيب the cases of similarity عندنا ال first case three angles يعني if two angles of one triangle are congruent to their corresponding angles of another triangle يبقى هيبقى two triangles similar دي الكيس الاولانية second case two sides and angle هنا اللي انا قلت انه في تشابه بينه وبين ال congruency في الاعداد اللي اخدناه ال second case if an angle of one triangle is congruent to an angle of another triangle and lengths of the sides including those angles are in proportion يحصل similarity third case اللي هي three sides are proportional if the side length of two triangles are in proportion يحصل انه the two triangles يكونوا similar ال three cases of similarity احنا هنشوفهم في رسومات واكزامبلز ارجو ان تركزوا معايا واحنا بناخدهم كيس كيس كل كيس بقى هنركز عليها ارجو تركزوا انتوا كمان معايا ادي الكيس الاولى مرسوم قدامي تريانجل اي بي سي هلخص لكم ال 3 كيسز في رسمة واحدة. A B C و D E F مالهم دول؟ كاني في مسألة بقى. Since measure angle F equal measure angle C. ادي measure angle F, measure angle C and E و B are equal حطيت الرموز على angles measure angle F equals to measure angle C. ما هي ال كيس case كانت بتقول three angles are equal in each triangle to their corresponding in the other و انجل angle e بتساوي measure angle b ويبقى الثالثة بتساوي الثالثة ولذلك therefore triangle F e d similar to triangle C B A ونقدر ناخد البروبوشن بقى F e over C B ترتيب خدوا بالكم منه بتساوي E D over ba equals fd over ca طب اكزامبل يعني انا حطيت الكيس بس مش بالكلمات حطيتها بالسيمبلز والرموز اللي هي بتاعت الجيومتري اللغه بتاعتنا طب لو عندي ادي الاكزامبل اللي هنشوفه ترينجل اي اكس واي سيميلر انا اديتك النتيجه بس بسالك واي ليه ترينجل اي اكس واي similar to ا بي سي واي طبعا كلنا لازم ناخد بالنا ان اكس واي to تو بي سي طب ما البارلل ده هيدينا corresponding انجلز وعندنا انجل اي كومن يعني سنس انجل اي كومن اهي ادي الانجل الكومن اللي موجوده في الترانجل الصغير ايه اكس واي والترانجل التاني الكبير اللي هو ايه بي سي اند ميجر اوف انجل اكس ايكوالز measure of angle b as a result of parallelism ما انت عندك اكس واي وعندك اكس واي parallel to بي سي يبقى measure angle x equal measure angle b ادي تو angles equals to two angles corresponding للاولانيين يعني انجل a common موجوده في الترانجل الصغير والكبير انجل x موجوده في الترانجل الصغير بتساوي انجل b اللي هي موجوده في الترانجل الكبير يبقى كده التو كونديشنز اتحققوا اللي هم تو انجلز ار ايكوال وتبقى الثالثه بتساوي الثالثه ولذلك اقدر اقول ان التو ترانجلز ار كونجرانت يبقى خدنا الفرست كيس وخدنا اكزامبل عليها. طب السكند كيس مديلك لك 3 سايدز في الترانجل الاولاني معروف اللينس بتاعهم يعني اف دي 1 سنتيمتر اي دي 1.5 سنتيمترز و اي اف 2 سنتيمترز والترانجل الكبير اي بي سي عندنا اي بي 2 سنتيمترز لاحظ اي بي توايس اف دي وكذلك بي سي اللي هو 3 سنتيمترز توايس دي اي اللي هي 1.5 وسي اي اللي هي 4 سنتيمترز توايس اي اف اللي هو 2 سنتيمترز يبقى الريشيو موجوده والبروبوشن حصل وانا لما جيت اكتبه كتبته بالعكس بقى اخدت الصغير على الكبير اف اي اوفر اي سي ايكوالز اف دي FE اللي هي ال2 سنتيمترز اوفر اي سي اللي هو 4 سنتيمترز ايكوالز FD دي اللي هي ال1 سنتيمترز اوفر اي بي اللي هي 2 سنتيمترز الرشو هنا هاف وكل ده بيساوي كمان اي دي اللي هي 1.5 ديفايدد بي سي اللي هي 3 وبرده رشو تطلع هاف يبقى البروبوشن موجود هنا نقدر نقول ان التو ترانجلز ار سيميلر طب الاكزامبل ترينجل ABC بي سي سيميلر تو اكس واي زد واي انا بقول ان هما سيميلر ليه طبيعي احنا هنشوف ممكن قوي بطريقه يكون فيها الترتيب ناخد الترينجل الصغير وناخد اصغر سايد فيه اللي هو واي زد نشوف اصغر سايد في الترينجل اللي باللون الاحمر اللي هو الكبير اللي هو البي سي هلاقي واي زد هاف بي سي ونمشي بنفس الترتيب بعد ال 3 في 4 اللي هو واي اكس بعد ال 6 عندنا في الناحيه الثانيه في 8 اللي هي بي اي ال 4 نص ال 8 برضو كذلك ال 5 نص ال 10 يبقى نقدر نحط البروبوشن بالشكل ده وشوفوا كتبتها ازاي وقلتها ازاي انا بقولها بطريقه غير اللي بكتبها بيها عشان اعرفكم ان الاثنين واحد يعني اخدت الريشيو الكبيره ديفايدد الصغيره بينما وانا بكلمكم خدت الريشو الصغيره او السايد لينث صغير ديفايدد الكبير بهاف لو اخدت الكبير ديفايدد الصغير هيبقى بيديني 2 وده اللي انا كتبته سينس اي بي اوفر اكس واي طبعا هنا 8 اوفر 4 ب 2 اند بي سي اوفر واي زد نفس القصه 6 ديفايدد 3 يعني 2 و C A over X Z اللي هي برضه هتبقى 10 ديفايد 5 يعني 2 يبقى therefore the two triangles are similar. طب الكيس الثالثة ميجر انجل اف ايكوالز تو ميجر انجل اي اهم اف بتساوي ايه؟ هنشوف البروبوشن بقى اف دي over A C اهو اف دي اذا كان رينج او حلقة واحدة A C حلقتين يعني ده نص ده بيساوي اف اي اوفر اي بي وحاطط برضو رموز تانية داش وتو داش يبقى كده الريشيو كام طبعا انا بادئ بالصغير اف دي اوفر اي سي اللي هي التوايس بتاعها يبقى الريشيو هنا تساوي هاف طب كده خلاص بقى عندي انجل والتو انكلوزنج سايدز اللي هم اف دي اوفر اور تو اي سي ايكوالز اف اي اوفر اي بي وريشه كل حاله هاف والانجل اف بتساوي ايه يبقى زير فور ذا انجلز ار سيميلر طب ناخد الاكزامبل اي اكس ايكوالز 2 سنتيمتر طبعا انا افضل اللينسز اللي مكتوبه دي نحطها هو ليه بيقول للتراينجل اي اكس واي ليه سيميلر تو اي بي سي طب نحط اللينسز اللي مكتوبه في المساله على الرسم حطيناها لاحظوا ان انجل اي كومن اهي موجوده في التوتال انجلز فاضل البروبوشن طيب اند بصوا بقى للبروبوشن ده اي اكس اوفر اي بي هتساوي 2 اوفر اي بي ب 4 يعني هاف و واي اوفر اي سي هتساوي اي واي ب 3 باللون الازرق اي سي اللي هي باللون الاحمر 2 بلس 4 يعني 6 برضو هاف طبعا في الثري كيسز اللي فاتوا احنا قلنا السيميلاريتي كله يعني اه ابنائي وبناتي الطلبه والطالبات اللي ركزوا معايا في السلايد اللي فاتت دي في ورقه واحده احنا قلنا الثري كيسز اوف سيميلاريتي طب هنبدا بقى ناخدهم اه كل كيس لوحدها ونركز معها اكتر وناخد عليها مسائل اكتر لكن نقدر نرجع في اي وقت للورقه اللي كانت شيت واحد فقط كان فيه كونكلوجن لكل الكيسز اوف سيميلاريتي. نبدا بالكيس الاولى نتكلم عنها بالتفصيل اكتر. If the angles of one triangle are congruent to the corresponding angles of another triangle then they are similar. يعني هنا بنتكلم على 3 angles equal to the corresponding 3 angles هيحصل السيميلاريتي. نشوفها. ترينجل اي بي سي اكس واي عندنا انجل A بتساوي انجل اكس وشفناها على الرسم كويس كذلك ننظر كلنا كده الانجل بي وY طب خلي عينيكوا على سي وZ كل تو انجلز واخدين لون مشترك ودول بيساووا بعض يبقى كده على طول if ميجر انجل A بتساوي measure انجل اكس and measure angle B equals to measure angle Y and ده واضح على الرسم بالالوان measure angle C equals to measure angle Z therefore the two triangles are similar therefore بقى نركز على البروبوشن اول والثاني A B 2 X Y الثاني والثالث BC باللون الاحمر على ال Y Z عينينا على ترتيب ال 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 التو triangles الثالث اول والثالث على الاول والثالث باللون الاخضر وده البروبوشن اللي هيتكتب قدام كده دي تعتبر سيرم هنحل عليها بقى مسائل اول اكزامبل ان ذا اوبوزيت فيجر الجيفن واضح على الرسم عشان كده قلت as shown will require to find عايز اجيب AD و AC طب نبدأ بان احنا عندنا measure angle a e is equal to measure angle c على الرسم اللي هو الازرق ده اهو اللي وضحتهم دلوقتي اند اكيد هتقولوا لي انجل a is common خدناها كذا مره خلاص كده انا جبت التو كونديشن تو كونديشنز اوف سيميلاريتي انا جبتهم اللي هما شرطين السيميلاريتي ال therefore تراينجل a d e is similar to تراينجل a b c ناخد بقى البروبوشن اول والتاني على بكرر نفس الكلام اللي كنا بنقوله في الشرح دلوقتي نحط كده البروبوشن وبعدين عشان اجيب لينسز مش معروفة احط السايدز uh... اللي عندي يعني ايه دي انا معرفوش كتبته لكن اي بي اقدر اعبر عنه عن طريق ان الاي بي عبارة عن 4 بلس اي دي طب دي اي 12 واضحة على الرسم وبي سي 15 وطبعا اقدر اعمل كروس ملتبليكيشن اجيب الاي دي وكروس ملتبليكيشن تاني اجيب الاي سي الاي سي بعد ما اطلعه انا عايز اي سي يبقى اعمل 17.5 ديفايدد ماينس 14 اقدر اعمل الاي سي عشان اجيبها اعمل سبتراكشن ال 17.5 ماينس اي اي اللي هي 14 هتطلع الاجابه 3.5 اكزامبل 2 الجيفن زي ما احنا شايفين انجل اف از ايكوال تو ميجر اوف انجل دي اكس واي فايند ذا لينس اوف اي اكس طبعا برضو عندنا انجل كومن سينس ميجر انجل اف تو ميجر اوف انجل دي اكس واي و نقدر نقول انجل دي از كومن ذيرفور ذا تو ترانجلز ار سيميلر نحط كده السيميلاريتي وبعدين نحط البروبوشن وبعدين نحط السايدز اللي عندنا وانا اكتفيت هنا مش لازم الثري بارتس اوف بروبوشن لا انا خدت الدي اكس اللي هي ب 2 اوفر دي اف اللي هي 5 3 بلس 2 يعني لكن لما جيت ابص للإكس واي والإف اي لقيتهم مش موجودين استبعدتهم وخدت دي واي اللي هي 3 سنتيمتر على دي اي كلها وعملت كروس جبت الدي اي طبعا بنفس الطريقه بتاع المسأله اللي فاتت اجيب الإي اكس ازاي بالسبتراكشن 7.5 ماينس 2 5.5 ان ذا اوبوزيت فيجر ناخد بالنا بي دي تانجنت نركز في كلمة تانجنت بروف ذات تريانجل دي بي اي دي بي اي اهو لونته سيميلر تو تريانجل دي سي بي اديته لون تاني مختلف اخضر بس درجة مختلفة اند يعني عايز اثبت الاول السيميلاريتي بتوين التريانجل الاخضر الكبير اللي هو A بي سي والتريانجل الاخضر بلون مختلف شوية اللي هو التريانجل دي سي بي لاحظوا هنا اللي هيلتزم بالترتيب اللي جاي في المسألة هيرتاح جدا في ريكوايرد تاني دي بي سكوير ايكوال دي اي تايمز دي سي اكيد ده هيجي كنتيجة للفيرست ريكوايرد اذا ناخد بالنا انه لما بيكون مديني تو ريكوايرز في المساله نثق ان الثاني هيكون مرتبط بالاولاني. ممكن قوي في بعض الحالات نجيب الثاني لوحده لو ما عرفناش الاولاني بس ده احنا هنتكلم فيه في الفاينل ريفيجن ان شاء الله وازاي بعض المهارات اللي بتفرق بين طالب والثاني. آه الان انا في مساله عاديه جدا هيكون الريكويرد الثاني مرتبط بالاولاني يعني نسبه السيميلاريتي الاول، نسبه السيميلاريتي وبعد كده نشوف السكند ريكوايرد. يلا بينا كده نشوف ازاي هنثبت السيميلاريتي ببين لكم التو تريانجلز انا قلت من البدايه تريانجل اي بي سي الاخضر وتريانجل بي دي سي الاخضر بس بلون مختلف وادي التو تريانجلز مع بعض اول حاجه هتكلم عنها هي التانجنت Since DB tangent يبقى في حاجة اسمها angle of tangency therefore measure of angle DBC equals measure of angle A هوضحهم The angle between the tangent and chord BC is equal to the opposite angle to the chord from the other side اللي هي angle A إذا أول نتيجة من DB tangent إنه measure of angle DBC equals measure of angle A since شوفوا كررنا قد ايه ان كومن انجل انجل دي از ا كومن انجل اند سينس ميجر اوف انجل دي از ا كومن انجل يبقى ذيرفور تراينجل دي بي اي از سيميلر تو تراينجل دي سي بي كنتيجه للسيميلاريتي هحط البروبوشن وبعدين اعمل كروس مالتبليكيشن عندك دي بي في الفيرست ريشيو بتساوي لو في عندنا في الثيرد ريشيو لو عملت كروس هتبقى دي بي تايمز دي بي يعني دي بي سكوير ايكوالز دي سي تايمز دي اي وده اللي مطلوب في نتيجه مهمه جدا في الرايت انجل تريانجل اهو the التيتيود تو ذا hypotenuse separates ذا تريانجل انتو تو تريانجلز ويتش ار سيميلر يعني الالتيتيود تو ذا hypotenuse اللي هو الاي دي اي دي هو ده الالتيتيود اللي اترسم للهايبوتنس الكبير سيبريت قسم الترينجل انتو تو ترينجلز ويتش ار سيميلر تو ايتش اذر اند تو ذا اوريجينال ترينجل هناخد النتائج دلوقتي عندنا في انجل انتو شفتوها اهو بكررها تاني وكده اقدر اقول ان في ترينجل اسمه دي بي اي سيميلر تو اي بي سي سيميلر تو دي اي سي هنمشي مع الانجلز ونشوف نتيجه نتيجه دي بي اي سيميلر تو اي بي سي خدنا النتيجه دي وهنحط البروبوشن بتاعها ادي الترانجل دي بي اي سيميلر لاي بي سي اللي هو الكبير في انجل اسمها بي دي اي وانجل اسمها سي اي بي وفي انجل تانية سي اي دي مع اي بي سي وادي التالتة بتساوي الثالثه مهم جدا ان انا اشوف الانجلز دي وتوزيعتها مع بعضها الانجل باللون اللبني اللي هي بي اي دي مع انجل سي والانجل باللون الاحمر سي اي دي مع انجل بي كانهم عاملين كروس وال90 بتساوي ال90 طب نتيجه لكده ادي البروبوشن البروبوشن ده بكنسل ريشيو واخد التو ريشوز التانيين بصوا كده النتيجه هتبقى ايه بي اي سكويرد ايكوال بي دي تايمز بي سي نفس الكلام بس هحط بس دول تو تريانجلز تانيين غير اللي كانوا قبل كده نلاحظ ان ده بقى دي بي اي مع دي اي سي وانا كاتب التلاتة فوق خالص كده البروبوشن اللي هينتج منه الكروس هيديني دي اي سكوير بتساوي دي بي تايمز دي سي ودي تالت حالة لتو تريانجلز تانيين يهمني قوي هنا النتائج الريزالتس اللي انا عملت عليها فوكس دي اضافه ل ان الاي دي ايكوالز اي بي تايمز اي سي اوفر بي سي نركز كده عشان اما كنت بدرس ده في اعدادي دي مهمه جدا واسمها يوكلد ثيرم او اقليدس احنا ربطنا ما بين اقليدس ثيرم او يوكلد ثيرم بينها وبين السيميلاريتي السيميلاريتي كانه عمل لي بروف لاقليدس طيب شفتوا الجيومتري ازاي هي وجميع فروع الماثيماتيك مترابطه مع بعضها في اولى ثانوي اخذنا البروف اخذنا الاثبات بتاع اقليدس او يوكليد ثيرم عن طريق السيميلاريتي كنت بقول 3 باي 3 هي يوكليد ثيرم بصوا كده بي 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 نركز نركز كويس قوي على الريزالت الاولانيه ادي البي متكرره ثلاث مرات. طيب تعالى نشوف في الرسمه الثانيه دي متكرره برضو ثلاث مرات. سي دي طريقه تحفظ بيها وتحفظي بيها النتائج. كذلك في النتيجة اللي هي اي دي ايكوال اي بي تايمز اي سي اللي فوق دي برضو الاي ثلاث مرات. ادي بالرسم بقى عينينا بي اللي هتتكرر ثلاث مرات اهو بي اي سكويرد ايكوالز بي دي تايمز بي سي، مهم جدا نتخيل ده. اهو. بي 2bdbc تايمز وشفنا ازاي الكلام ده ممكن نطبقه على بقيه الليترز ال ال بقيه الحروف سولفد اكزامبلز ان ذا اوبوزيت فيجر اوف بي اند دي اند اي دي الاول هطبقها عشان اجيب بي سي يبقى بي سي سكوير ايكوال بي اي سكويرد بلس سي اي سكويرد لما احط الارقام هتطلع بي سي سكوير ب 100 سكوير روت يعني بي سي ب 10 ابدا بقى اطبق البي ثلاث مرات فاكرين بي اي سكويرد ايكوال بي دي تايمز بي سي البي اي ب 8 يبقى بي اي سكويرد ب 64 بي دي تايمز بي سي اللي انا جايبها ب 10 عملت substitution وبعدين بي دي هعمل 64 divided 10 يعني 6.4 عشان اجيب السي دي اقول 10 6.4 3.6 اخر حاجه دي سكويرد اللي هي آه بتساوي بي دي تايمز دي سي يعني 6.4 تايمز 3.6 واخد السكوير روت بتاعها يبقى ببساطه احنا طبقنا على النتائج اللي فاتت وجبنا ال 3 بارتس او 3 سايدز اللي كان عايزه. In the opposite figure ده example 2 AD is a tangent. خلي بالك من التانجنت to circle M then complete triangle ADB ADB similar to انا هحط انجل 90 اهي. وانجل 90 تانية هنا نتيجه لايه ده بقى اول حاجه احنا عندنا الدي سي ديامتر يبقى الانسكرايبد انجل الاوبزيت اللي هي دي بي سي هتساوي 90 ديجريز دي ريزلت وكمان عندنا A دي تانجنت ودي سي ديامتر يبقى انجل اي دي سي برضو بتساوي 90 دي نتائج وبالتالي احنا كده نقدر نشتغل بقى على اللي فات عشان عندنا altitude تو ذا hypotenuse اسمه دي بي خلي عينك على اللي انا بنطقه يبقى هطبق الكيسز اللي فاتت دي كلها وبالتالي لما اجي اقول السوليوشن نقلت الرسمه من فوق جبتها هنا عشان اتعامل معاها زي ما كنا بنشرح في اللي فات بالظبط شايفين الانجلز اللي انا بقول انها ايكوالز اللون الاحمر مع الاحمر والازرق مع الازرق عاملين زي كروس لو بعينك او بايدك كده حبيت توصل الاحمر بالاحمر والازرق بالازرق هتلاقي عملوا كروس والانجل اللي بالاخضر اللي هي ال90 لذلك الكومبليت هيبقى بالشكل ده مش كده وبس ده اهو شفتوا ازاي انا بطبق على اللي فات طب ad سوير فاكرين الا ثلاث مرات؟ ad سوير هتساوي AB تايمز AC ولما اجي اقول bd سوير يبقى البي ثلاث مرات هتساوي BC تايمز بي. ثيرم 1: if the lengths of the corresponding sides of two triangles are proportional then they are similar سهلة جدا اللي هي بدي لك الثري sides in each triangle. لاحظ 3 4 5 6 8 10 يبقى البروبوشن لو خدت الصغير على الكبير هيساوي هاف ومعنى كده انه التو ترانجلز دول هيكونوا سيميلر ده الشرح الثيرم بالرسومات والبروبوشن نشوف اكزامبلز اول اكزامبل A B equal 6 سنتيمتر احب قوي احط اللينسز دي على الرسم هتوضح لي جدا اهي يعني كل لينث في المساله انا حطيته على الرسم عشان الاحظ قبل ما اشوف هشتغل ازاي ان عندي ترينجل كبير اي بي سي السايدز بتاعته كلها موجوده ولو بدانا باصغرهم اللي هو الاي بي تلاقيه 6 سنتيمتر بعد كده اي سي 8 سنتيمتر بي سي هيبقى 9 بلس 3 يعني 12 سنتيمتر طب ولو خدنا الترينجل التاني الصغير هلاقي اصغر سايد اللي هو بي دي 4.5 سنتيمتر وبعدين او دي اللي هو 6 سنتيمتر وبعدين او بي اللي هو 9 سنتيمتر طيب ما تيجي نحط البروبوشن كده عارفين خدنا البروبوشن منين خدنا البروبوشن من لو انا بصيت على التو تريانجلز أنا هخلي السهم معايا أهو، أدي الترانجل الأولاني أي بي سي، وأدي الترانجل الثاني اللي هو أي أو دي بي أو، لو بدأنا بأي بي أوفر دي بي، وأشوف بي سي أوفر بي أو، وهكذا بصوا كده، أي بي أوفر دي بي، أدي النتائج هنا، أي بي أوفر دي بي، إيكوالز الاي بي بكام 6 سنتيمتر طيب والدي بي بكام 4.5 سنتيمتر لما اعمل سمبليفاينج هيطلع 4 اوفر 3 طب ناخد تاني ريشو اند تاني ريشو هتبقى سامع اهو بي سي اوفر بي او بي سي اوفر بي او طب بي سي ب 12 اوفر بي او 9 اللي هي برضو 4 اوفر 3 طب تالت ريشيو هوريها لك بالسهم اي الاول والتالت اي سي اوفر دي او يلا نشوفها بكام هنكتبها الاول اي سي اوفر دي او يعني 8 اوفر 6 يعني 4 اوفر 3 برضو ده بقت 3 اه يبقى دير فور ترانجل اي بي سي سيميلر تو دي بي او لان اصبح عندي 3 ريشيوز بيساوي بعض يعني البروبوشن كامل اي بي اوفر دي بي equals BC over BO equals AC over DO كل واحدة منهم بتساوي 4 over 3 يبقى therefore measure of angle BOD حوريها لكم equal measure of angle C اهي ده ده كنتيجة من السيميلاريتي طب مش عندنا بي او دي ده في فيرتيكلي اوبوزيت بالنسبه لها ميجر اوف انجل بي او دي ايكوال اي او سي فيرتيكلي اوبوزيت انجلز اهو ده بيساوي ده نرجع نقول لان ما تنسوش ان طالب مني فوق خالص انه اي او ايكوالز اي سي طب عشان انا اقول ان الاي او -E بتساوي الاي سي -E يعني لازم الميجر اوف انجل سي تساوي اي او سي اللي انا اثبته دلوقتي ولذلك from 1 and 2 therefore measure of angle اي او سي equals to measure of angle سي therefore اي او equals اي سي طب عندنا example مديني في الجيفن انه اي دي سكوير equals دي b times dc where ba times ad equal bd times ac they given prove that triangle bad similar to triangle acd and the second required ad perpendicular to bc the third required measure of angle bac equals 90 ديجريز ده انا عايز البنات الطلبه والطالبات يعتبروه ابلكيشن ويحلوه لوحدهم انا نزلت الاجابه بس احنا ممكن او نخبي الاجابه ديت ما نبصلهاش ونحل الاكزامبل ده من نفسنا والطلبه لما هيحلوه هيلاقوا نفسهم فيه فعلا وانا ما سبتهمش برضو انا مدي الاجابه بس كل اللي عملته ان انا مش هشرحها عايز ده ابلكيشن على اللي فات. ده الحل بالكامل. عشان ناخد ثيرم 2 اخر اخر كيس من السيميلاريتي لو عندنا تو ترينجلز ازاى اللي قدامنا نشوف كده اول حاجه عندنا انجل ميجر اوف انجل بي ايكوالز ميجر اوف انجل واي وفي بروبوشن واضح بتوين الاي بي والاكس واي الاكس واي هاف اي بي نفس البروبوشن اللي بتوين واي زد وبي سي ان الواي زد هاف البي سي ده نص الكيس دي if an angle of a triangle is congruent to an angle of another triangle في الرسمة بتاعتنا هنا ميجر اوف انجل بي بتساوي ميجر اوف انجل واي. And the length of the sides including those two angles are in proportion في الرسمة بتاعتنا دي اقدر اقول xy over ab equals yz over bc equals half. Then the two triangles are similar. وانا اللي كنت بقوله من شوية كتبته اهو. ميجر انجل واي بتساوي ميجر انجل بي. and xy على ab بتساوي yz over bc يبقى therefore the two triangles are similar يبقى اللي فاضل لنا مسائل uh, in the opposite figure prove that triangle adb similar to triangle aec ده الفيرست required will second required calculate the length of ce جميل جداً اظن في تو انجلز فيرتيكلي اوبزيت كلنا شفناهم لما اعلم او احدد او الون او, أو اوضح التو تريانجلز قدامنا اهم ده اللي هو عايز يثبت ان هما سيميلر طب ما انت لاحظت بقى وانت لاحظت ان السايدز معروفه الثري سايدز معروفين لا عندنا التريانجل الكبير اللي هو الاي سي اي في تو سايدز معروفين اي سي و ايه 9.6 في الترانجل الصغير اللي هو ABD بي في تو سايدز معروفين والتالت موجود بس عشان يطلب مني سي بقى اذا انا اقدر اقول سينس AB بي اوفر اخدهم منين دول خدتهم يا ريت نركز خدتهم من الجيفن اهو اللي طلبه بروف ذات ايه بي دي اخدت الاي اوفر الاي اي اول وتاني على اول وتاني واجيب البروبوشن بتاعهم ولو بصيت هنا ما هو في عندي انجل اللي هي بي اي دي وانجل سي اي اي التو انجلز دول فيرتيكلي اوبوزيت يبقى اخد التو سايدز اللي هم دي اي اشوف الدي اي ده اوفر اي سي شوف كده زي ما قلت اي بي اوفر اي اي بتساوي 2.8 اوفر 9.6 يعني 1 اوفر 4 والمره الثانيه اللي كنت لسه بقولها AD over AC 2.1 ديفايد 7.2 يعني برضو 1 over 4 وعندنا الفيرتيكلي opposite angles اهم وهنوضحهم كمان على الرسم يبقى therefore the two triangles are similar بص كده طيب ال two triangles are similar بنفس الترتيب اللي قال عليه جميل قوي نقدر نحط بقى البروبوشن نعمل سبستيتيوشن الاجراءات والخطوات اللي عملناها قبل كده مش محتاجين نضيع فيها وقت تاني بالكروس مالتيبليكيشن اقدر اجيب الاي سي واللي هيطلع 14 سنتيمتر طيب مسألة تانية الجيفن موجود على الرسم وبيقول فايند ذا لينس هو الاول بروف ذات تريانجل بي اي دي similar to بي سي اي نفس القصة اخدت من الترتيب من فوق بي اي e. على بي سي بحب اوريها لكم كمان مرة من هنا بي اي اوفر بي سي مالهم دول بيساوي 6 اوفر 12 يعني هاف طيب وعشان عندي انا الانجل الكومن هي انجل B فهكرر تاني بي دي اوفر بي اي يعني 5 اوفر 10 يعني هاف برضو and B is a common angle يبقى therefore the two triangles are similar أقدر أحط ال therefore measure of angle BED أكيد هوضحها أهو بتساوي measure of angle C ودول وضعهم إيه؟ دي exterior and the opposite interior يبقى فعلا ACDE is a cyclic quadrilateral وكمان اقدر احط البروبوشن واعمل سبستيوشن وكروس مالتيبليكيشن اجيب اللينث اللي هو عايزه المساله دي جميله عشان هو طلب مني حاجه من اللي احنا بنقول عليها المعلومات بتاع السنين السابقه يعني لو انا مش عارف آه ايه هو السايكليك كوادريلاترال ما كنتش هعرف اجاوب السؤال ده لكن معرفتي بان السايكليك كوادريلاترال من ضمن شروطه ان الاكستيريور انجل تكون equals to the opposite interior ده خلاني اجاوب المساله دي نشوف بعد كده the ratio between areas of two similar polygons احنا الحمد لله خلصنا السيميلاريتي هنشوف بقى آه يعني مثلا هنا موضوع مرتبط بالسيميلاريتي بس من خلال الاريز طيب نشوف اول سيرم في الموضوع ده بتقول لي ايه ratio of the areas of the surfaces of two similar triangles يعني لو عندي two triangles و similar يبقى ال area بتاع واحد فيهم على ال area بتاع التاني بتساوي ايه بتساوي the square of the ratio of the lenses of any two corresponding sides of the two triangles يعني كتبت لك رسمنا a b c و x y z وقلنا ان هما similar وبقول if a b c Similar to x, y, z. Therefore. Therefore. Triangle ABC. Over triangle x, y, z. Equals AB squared. Over x, y squared. Or BC squared. Over y, z squared. Or CA squared. Over z, y squared. Where, insha'Allah, the next هنكمل بإذن الله بقية الجيومتري مع بعض إن شاء الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته